وصل مجموع الاعتراضات التي قدمت على جداول الناخبين الأولية حتى مساء أمس إلى 379 اعتراضا، حيث تم تقديم 208 اعتراضات يوم أمس وحده. رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب شدد على ضرورة تقديم جميع التسهيلات للمواطنين خلال فترة الاعتراض على الجداول الانتخابية والتي تنتهي في السادس من الشهر الحالي. يذكر أن فترة الاعتراض بدأت في 31 من الشهر الماضي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب الأستاذ حسين بني هاني. أستاذ حسين، مرحبا بك. كم وصل برأيك عدد الاعتراضات حتى الآن؟ العدد الإجمالي أصبح الآن 1110 اعتراضات اليوم. نعم. سجل 741 اعتراض، كانوا موزعين على النحو التالي: في الكرك الأولى 40، في الكرك الثانية 35، في جرش 147، بدو الوسط كانوا 57 اعتراض، الزرقاء الأولى كانوا 6 والبلقاء الثانية 5، بينما العاصمة الدائرة الخامسة كانت 444 اعتراض، في مأدبة اعتراض واحد وبدو الشمال 5 والعاصمة السادسة اعتراض واحد فقط. نعم، وعلى ماذا تركزت النسبة الأكبر من الاعتراضات وبرأيك كيف تم التعامل معها؟ معظم هذه الاعتراضات كان هو اعتراض ناخب على ناخب آخر يعتقد أنه سجل خلافا لأحكام القانون أو أنه لا يحق له أن يكون مسجلا في هذه الدوائر. الهيئة المستقلة تتلقى يوميا هذه الاعتراضات من قبل رؤساء الانتخاب كلهم في دائرته الانتخابية، وهناك تتغادى في الهيئة شكلت 4 لجان لدراسة هذه الاعتراضات وتقديم التوصيات والبحث عن أسباب هذه الاعتراضات وتقديم البيانات اللازمة بهذا الخصوص، والهيئة ستقوم باتخاذ القرارات المناسبة ومن ثم ستعيد هذه القرارات أو نتائج هذه الاعتراضات إلى الدوائر ذاتها التي تم فيها تقديم الاعتراض من أجل اطلاع أصحاب العلاقة على قرارات الهيئة بهذا الخصوص، تمهيدا لربما الاعتراض عليها مرة أخرى عبر المحاكم، أي الطعن بقرار الهيئة أمام محاكم البداية كلهم في دائرة الانتخابية. نعم، الأستاذ حسين بني هاني الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، شكرا لك.